أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على أهل السماوات، هل ثبت أن جبريل عليه السلام توقف عند حد معين أثناء عروجه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج لوحده؟ لا، ما فيه أن جبريل توقف عند حد، توقف عند حد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا هذا الله أعلم. نعم.